أستاذ سمير، حتى الآن تم الإفراج عن مجموعات من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم بأحكام باتة بقرارات جمهورية. الأرقام التي تحضرني حتى هذه اللحظة أكثر من 450 شخص تم الإفراج عنهم حتى اللحظة اللي بتحدث فيها منذ بدء الحوار. ولا أريد أن أتحدث عما سبق هذا، القرارات الجمهورية بالإفراج عن محكوم عليهم عام 21 وحده فيها أعداد تصل ل 1500 و2000، ولمن يرغب في هذه القرارات أنا سأرسلها له بالأسماء الموجودين فيها. هذا ليس كاف، وكل أعضاء مجلس الأمناء منضمين إلى أن يقوم القضاء المصري العادل ممثلا في النيابة العامة أو ممثلا في الدوائر القضائية باتخاذ كل ما يلزم من أجل إنهاء فترات الحبس الاحتياطي لكل من لم يقترف جرما جنائيا أو أسال دما أو حرض عليه أو شارك فيه. وده مطلب ليس فقط من القوى السياسية أو المدنية، هو مطلب قانوني. نحن نطالب بأن يتم الإفراج عن هؤلاء، وأنه سيادة الرئيس يتكرم، وهذه مكنة للرئيس وليست إلزاما عليه، بأن يصدر قرارات العفو الرئاسي كما أصدرها في فترات طويلة سابقة. أنا أظن أن احنا لجنة العفو الرئاسي ده دورها الرئيسي، نحن دورنا هو تحفيز هذا الأمر كمجلس للأمناء. وأنا أظن أنه في الأيام القليلة القادمة وأيضا بمناسبة الأعياد القادمة ربما يكون لدينا أخبار بالتأكيد أكثر من سارة في هذا المجال.